كلب عجب. يا سمك يجوده. الرئاسة المشتركة لمخيم المحمود لعبد الهادي العبد. طبعا نحن اشتغلنا بمخيم المحمود لي بعد ما دخل فصل الشتاء. قمنا بتقييم للمخيم كامل بخيمة الموجودة داخل المخيم بعد فصل الصيف. قمنا بتقييم بتغيير هذه الخيم بعد اهترائها من الشمس. طبعا تعداد المخيم هو 1760 عائلة. طبعا قمنا بتوزيع حصة شتوية كاملة للمخيم، استبدال الشوادر اللي موجودة، تزويد المخيم بالبطانيات واللباس الشتوي. قمنا بتوزيع مادة المحروقات، هي مادة الكاز، قسم لمادة التدفئة وقسم لمادة الطبخ. الله معذبها، حدا واحد يريد الرياح ما يرد. دقيقة دقيقة الحسن. طبعا بعد غياب لجمعية الداعمة من للغذاء للمخيم بعد شهرين، تم تزويد المخيم بحصتين داخل المخيم لجميع الأهالي اللي موجودين بالمخيم. طبعا مع هذا كل هذا في أدنى نقص حاد في النقاط الطبية اللي موجودة بالمخيم من نقص الأدوية، إن كان هو دواء الضغط أو دواء السكر أو حتى دواء الأطفال اللي موجود بالمخيم. طبعا حاليا نحن نقوم بتزويد الأهالي بموضوع انه لازم يكون في توعي لموضوع الصوبيات الكاز عشان ما نصير في اي حدث او حريق في المخيم. عليها انت اقوى من الله.